كانت السعودية هي أول دولة بالشرق الأوسط ترسل أول رائد فضاء عربي مسلم ليبحر في الفضاء الخارجي. ففي العام 1985 أرسلت السعودية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حين كان في 30 من عمره في رحلة إلى الفضاء الخارجي على متن مكوك الفضاء ديسكفري، في رحلة استمرت أسبوعاً. كانت مهمة الأمير سلطان خلال تلك الرحلة هي المشاركة في وضع القمر الصناعي عربسات 1B في مساره. نطمنكم الحمد لله مهمة على أحسن ما يرام، والحمد لله تم إطلاق القمر الصناعي العربي الثاني. وعقب نجاح المهمة زادت تطلعات المملكة، وناقش القادة السعوديون مع وكالة ناسا الأمريكية للفضاء إمكانية وضع رائد فضاء على مكوك كل عامين، لكن المحادثات انتهت بعد كارثة تحطم المكوك تشالنجر في يناير 1986. استمر برنامج الفضاء السعودي ولكن بشكل أقل اقتحامية في أوائل العقد الأول من القرن 21، ولكن مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في العام 2017 تغير الأمر. ففي خضم سعيها لتعزيز الإيرادات غير النفطية واقتحام مجالات اقتصادية جديدة ضمن رؤية 2030، سعت السعودية إلى تعزيز تواجدها في سوق اقتصاد الفضاء العالمي، وفي خطوة شجاعة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وتطلعاً لأحدث التقنيات والفرص في قطاع الفضاء، أسست المملكة في ديسمبر من العام 2018 الهيئة السعودية للفضاء برئاسة الأمير سلطان بن سلمان، بهدف خلق بيئات أفضل وأكثر أماناً لمواطنيها وخلق فرص جديدة لمزيد من الابتكارات المربحة الداعمة للاقتصاد السعودي. هدفت الهيئة إلى زيادة نسبة التوطين في قطاع الفضاء وتعزيز أنشطة البحث من أجل خلق فرص اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة، واعتماد التقنيات الحديثة لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمملكة ومعالجة التحديات الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء على الساحة العالمية ومساهمتها في أنشطة الفضاء الدولية. وفي هذا السياق أطلقت الهيئة السعودية للفضاء أول برنامج سعودي للابتعاث الخارجي للتوظيف في مجال الفضاء، وهو البرنامج الذي يتيح أمام الطلاب السعوديين فرصاً تعليمية في علوم الفضاء وتدريب كوادر مع الدول المتقدمة في هذا المجال مثل بريطانيا وأمريكا. هدف من البرنامج في هذا القطاع هو تأهيل الكوادر الوطنية نحو التحول لاقتصاد اقتصاد الفضاء. وبحسب مراقبين تسعى المملكة لاقتحام اقتصاد الفضاء للبحث عن الفرص الاستثمارية وعن آفاق جديدة لتعزيز الناتج المحلي ورفع كفاءة الدخل من أجل تعزيز الإنفاق، خاصة مع بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في العالم في عام 2019 نحو 400 مليار دولار، وسط توقعات بأن يصل إلى 3 تريليون دولار بحلول عام 2050. ووفق خبراء سيتيح الدخول بقطاع الفضاء مجالات علمية جديدة ووظائف للسعوديين، كما يدعم الحركة الاقتصادية ويحرك من نمو الكثير من القطاعات المساعدة ويعزز من منافسة المملكة وشراكتها مع الدول المتقدمة. تحرك المملكة نحو اقتحام مجال الفضاء مجدداً كشف صواب قراءتها للمستقبل، خاصة مع التوقعات التي تتحدث عن وصول اقتصاد العالم لتريليون دولار في هذا المجال بحلول عام 2030، ومع طموح المملكة بلعب دور رئيسي في تشكيل آفاق جديدة للاقتصاد العالمي وبروز فرص مميزة يمكن للجميع اقتناصها.